فهمت تعرف على الطريقة شو كيفية تحل مشكل حظر كلاش اوف كلانس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا عن كلاش اوف كلانس، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا التشغيل وفي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كلاش أوف كلانس. هكذا سوف يظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كلاش أوف كلانس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.